السلام عليكم بنات، صباح الخير. مشاكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا اليوم. جيتكم فيديو جديد، فيديو ماشي كيما العاده. على بالي جيت لكم بهذا المنظر هذا اللي كامل نكرهوه ما نحبوهش. اليوم حبيباتي جيتكم بروتيني صباحي. هنايا كي يروحوا ولادي يقراو، وبنتي راح تقرا، عندي بنتي الكبيره تقرا في الشيام، راح تقرا، وليدي قرا في بريمير ما قراش اليوم، بيسك يقرا نهار بنهار، نهار يقرا ونهار لا لا. دونك راحت بنتي تقرا، اول حاجه نديرها نقعد شويه نرد على التعليقات، ومن بعد ندخل الكوزينه ونغسل الماء تاع القهوه بيان سور، ونحاول انه ما نديرش نحس بزاف بيسك نخلي وليدي يرقد اليوم. ما يقراش كيما قلت لكم، يقرا نهار بنهار. وانا من يكون ولادي في الدار ما نحبش ندير الحس، وما نحبش نفتح عليهم التواك في الصباح، نخليهم يقعدوا اليز حتى وين ينوضوا. فوالا حبيباتي، الوغ اول حاجه نبدا بها مع الصباح نغسل الماء تاع القهوه. وكانوا باقيين لي هنايا جوج طباسان البارح، وليدي صغير عاود كلا، شللتهم برك وخليتهم. راح نغسل الماء كاين بزاف من المتتبعات ديالي قالوا لي ديرينا روتين، روتين صباحي ولا روتينك اليومي ولا اليوم. بغيت نشارككم الى لقيت تفاعل، راح نولي ديما نحط لكم هكذايا روتين، ونحط لكم في وسطو وصفه كيما اليوم. راح ندير فطيره الفطور، تجي بزاف بنينه سهله، وتمتم توجدوها سورتو الا كنتو مزروبين. الوغ صراحه البنات حنا نسا كامل عندنا روتين واحد منهم، كامل نصبحو مع الصبح مع الماعن والشغل تاع الدار. انا هنا مازال ما بديت درت والو. اول حاجه نديرها نحي الماعن تاع الكوزينه، نقي كوزينتي بالطبع، ومن بعد ندخل للبيوت حتى كي ينوض وليدي، ندخل نخمل البيوت ونفتح تواقي. نقول لكم البنات شوفوا هذا الحبل هذا اللي نغسل بها الماعن، ماشي كامل مليح. هنايا بديت الزوج ديالي قلت له شري لي حبل تاع الماعن، نحب هذاك اللي يجي حرش من الفوق، هو جاب لي هذا فريمون ما يغسلش كامل مليح. نقعد نزير على يدي حتى يدي توجعني، وبالسي باش يحك لي، يعني ما يغسلش كامل مليح. فوالا هنا هادو القراح تاع ولادي كيما راكم تشوفوا، توجور نعقمهم، ندير شويه لا جافيل نعقمهم، نغسلهم ونعاود نعمرهم. وانا البنات نخدم بالماء سخون كي يبدا يبرد الحال هكذا، ملح ماشي الماء بارد. عندي سيتير من الفوق و الماء تاعي يجيني بزاف بارد، ما نقدرش نخدم بيها، فالوغ نخدم بالماء سخون. بعد اللي نكمل نغسل الماعن خياتي، ندير شويه لا جافيل، نعقم لوفي ديالي، نعقم كل شيء كما تعرفوا. دوكا هاد المرض هدايا ربي يفدو علينا ان شاء الله، لازم الواحد لا جافيل المعقمات دايما، سورتو كي ولاو دراري يقراو راكم تعرفوا. نزيد مام البوتاجي، نرش عليه كامل هكذا، ونمسحو تاني كيف كيف. يعني صراحة البنات أنا كل صباح هكذا كل شي لازم يتعقم.
فوالا حبيباتي، بعد ما كملت نقيت كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا شوفوا البلان دو ترافاي كيفاش راهو يبرق. فوالا نقيت كلش، طابله تاعي راهي تشعل الحمد لله. هنا نخلي الماء يقطر شويه ومن بعد نجي نخبيهم. كل حاجه راهي مقيه، فتحت الطاقه شويه هنا في الكوزينه باش تنفس الحاله. الحاله وشباب اليوم الحمد لله. دوكا ندخل لي شومبر نخملهم. بعد اللي خرجت من الكوزينه هنايا يعني نبدا في لاشومبر ديالي خياتي، راح نبدل ليوس غلافه تاع المخايد وغلاف تاع البنك ديالي، راح نبدلهم وراح نجبد كوفرت خشينه بيس كنت نتغطى بوحده رقيقه والبرد صراحه ولا البرد في الليل. الوغ راح نجبد كوفرت شويه خشينه ولا كوات، يعني مالغري داري صغيره هكداك ولا غير حسينا البرد. راح نبدل كامل الغلافات مام تاع ولادي راح نبدلهم. عندي انا زوج مرات في السمانه خياتي نبدل الغلافات تاع المخايد وغلافات تاع اليوس تاع لي مطله باش توجور تقعد الدنيا نقيه. واحد يدير بروغرام هكذا يعرف روحو واش راح يخدم مع الصباح. كيما لي انا عندي فطور خفيف على غسلت الماعن وقلت نيتواي البيوت قبل ومن بعد نروح ندير فطوري. بعد ما كملت خياتي بدلت فاشي نقيت الحاله. نجبد هنا لينانجات، نمسح هنايا بلينانجات الغبره تاع لا شومبر ديالي. بون ماشي ديما ندير لها البرودوي باسكو لا شومبر تاعي بيضاء، الوغ نفضل انه نمسحها غير بلينانجات. قلت لكم خياتي هنايا انا نمسحها غير بلينانجات، ويعني ديما نمسحها هكذايا مع الصباح ماشي مسخه. ولينانجات نشري غير هادو رخاص يديروا وقيله غير 12 ميل، نشريهم صراحه غير باش نمسح بهم الغبره. قبل ما نكمل معكم حبيباتي حبيت نوري لكم هذا الحامل هذا تاع تيليكوموند، هذا اللي خدماته حبيت نوري لكم برك باش تدوا فكره كاش وحده تحب تخدم في دارها ولا. شوفوا مام هذا تقدروا تخدموه الناس اللي قاعدين في الدار ولا، يعني مشروع مربح يعني تحبوا تخدموه هكذايا وما يكلفش بزاف ومام ما تاخذش منكم بزاف الوقت باش تخدموها. كيما راكم تشوفوا هذه انا خدمتها، خدمت هذه وخدمت تانيك واحد لابوات واحد اخرى بالغطاء تاعها بزاف شابه. الا يعني كنتو انتريسي ولا قولوا لي في لي كومونتير راح نوريها لكم وميم نشارك معاكم كيفاش نخدمهم. فوالا هذا حامل تاع تيليكوموند كيما راكم تشوفوا البنات. شوفوا فوالا، يعني والله ما يعني ماشي تعلمت بروفيسيونيل ولا كيما يقولوا، يعني انا غير نشوف هكذا ونرفد الخدمه ونحب نخدم هكا في داري. يعني ساهل باش تتعلموه، غير نوريكم طريقه على بالي بلي راح ترفدوا وتتعلموا تمتم. اللي حبت تقول لي برك وراح نوري لها الطريقه كيفاش. شوفوا هنا راني حطيتهم فوق الطاب النووي، بقاو مجموعين هكذا قدامي ما نقعدش نحبس عليهم. فوالا حبيباتي نكمل مع الغبره، نمسح كامل الغبره. هنا شوفوا شحال الساعه مازال الحال، يعني وحده كي تبدا شغلها بكري راح تكمل بكري، راهي 9:30. نجوز خياتي الصالون ديالي، والصالون تاعي راه نقي يعني ديما نقيه، نمسح برك الغبره كما راكم تشوفوا هنايا مال التي في تاع الزجاج ونمسح تاني لينانجات. يعني صراحة أنا ساعدوني لي نجات، قولوا لي اسكو نتوما تاني تمسحو بيهم في داركم ولا لا. أنا نعصرهم شوية منخليش فيهم بزاف هاديك الرغوة باش ميشهبوليش هكدايا الزجاج كي نمسحو، ومن بعد كي ينشف يبقى يشعل يعني صراحة يخرج هايل. بعد ما كملت حبيبتي نيتوايت كامل داري كيما شفتوا بقى لي حاشاكم غير نجوز نشاف. هنا ديجا نجوزت بالي ما شاركتكمش باش ما تملوش وتكرهم الشغل. دوك حبيبتي نجوز نيتواي لي بواني تاع البيبان. هنا الدخله تاع داري، هذا الباب تاع الدخله تاع الدار. هنايا مع الدخله شوفوا عندي هذه الطاقه راني حاطه هنايا جل، وعندي هنايا الكول. دوك نزيد نعمر هذه القرعه، هذه القرعه تاع ماء الورد. كيما راكم تشوفوا بنتي خربشتها هنايا بالفاني زعما شبحتها لي، درت لهم فيها الكول هكذا باش يديروا يعني توايو يديهم يعقموا يديهم كي يدخل. دوك هو الزوج ديالي كي يجي من الخدمه وبنتي تاني كي تجي من المسيد راح يعقموا يديهم ويقاوم هنا عند الباب واجدين، وانايا نعقم البيبان بيان سور ولي بواني هكذا باش نتفاداو المرض خياتي. نمسح كلش خياتي مام لي زانتيريبتور تاني كنمسحهم.
حاجه اللي نحطوا عليها يدينا بزاف بيان سور، ندوز عليهم كامل، ندير شويه ديزانفيكتون في يكون في منيد هكا يكون مقيقي سبيسيالمون دايرته، غير هدايا نمسح به الباب ولي زانتيربتور، ومن بعد نغسلو نعقمو بلا جافيل. فوالا خياتي، بعد ما كملت حبيباتي كامل شغلي هنايا، نجوز حاشاكم للشاف خفيف للدار، غير وسط الدار برك كيما راكم تشوفوا، يعني الحمد لله الدار راهي نقيه. فوالا الارض راهي تشعل، نجوز غير وسط الدار برك. شوفوا حبيباتي، هنا قبل ما نبدا نمسح حبيت نوريكم حاشاكم. شوفوا النشاف تاعنا نتقبوا هنايا في الوسط باش ندخلو في الفخوطوار، هكا تجيني العملية سهلة باش ننشف هكدايا وما يهرب ليش حاشاكم النشاف من الفخوطوار. والماء تاع اللي حنشف به حبيباتي شتو، درتلو صانيبو ودرتلو قطرة على جافيل، ننصحكم باش ديرو قطرة على جافيل راح تكون معقم يعني للدار كاملة خياتي، قطرة برك لا جافيل، لأنو لا جافيل عاملكم بلي يهرد الكلاج يشهبو وميم لا دال دو سول، ألوغ ديرو غير قطرة برك صغيرة راح تكون كافية باش تعقمو الأرض ديالكم. انا رجعت معاكم حبيبتي باش نحضر معاكم وجبه الغداء، ولا نحضر معاكم الغداء ديالي. قلت لكم راح نشارك معاكم فطيره البطاطا سهله وتمتم تحضروها. هنا انا قطعت البطاطا مربعات صغيره، درت لها الملح، دوك نبدا بها هي الاولى نقليها. شحال يعني تحبوا الكميه تاع البطاطا ديرو. هنا ندوزو المقادير تاع الوصفه تاعنا تاع الفطيره تاعنا. بون راني شارت على المقله، خليها تسخن، درت لها شويه زيت، راح ندير لها شويه بصل، ماشي شويه، حبه بصل صغيره. الكميه هنايا قلت لكم انتما تحكموا فيها على حسب افراد العائله تاعكم. راح نقلي البصل اولا، نقليه مليح مليح حتى يدبل. قلت لكم هنايا نقلي البصل تاعي حتى يدبل شويه. وهنا راني حاطه القرنون، نحبوش لادا، نحب نغلي هكذايا ونديرو لا فينيغرات مخلخله الله الله حتى شوربي والبيوضه. نحبو هكذايا بزاف، ما بنتي تحبو هكذا، نديرو شويه ملح ما درتيش الملح في الماء، يعني فطور خفيف ظريف وما يكلفش بزاف، ويحبوه دراري كما نعرفو دراري يحبو بطاطا مقليه، يحبو الدجاج. وهاد الفطيره سهله ما تشدكمش بزاف الوقت، سورتو الا كنتو مزروبين راح تمتم تحضروها. نزيد الدجاج بعد ما قليت البصل شويه، نحط معاه الدجاج. هنا الدجاج درت انايا الصدر تاع الدجاج، درت غير نص الصدر تاع الدجاج، قطعته قطع صغيره كيما راكم تشوفوا، قطعه صغير صغير. راح نقليهم مع بعض وندير لي زيتيس. هنا خياتي راني حطيت شويه راس الحانوت وشويه فلفل كحل، ونزيد الملح وما تكثروش الملح لان البطاطا درنا لها الملح، ونزيدو الدجاج تاعنا كيديرو نديرو له الملح. راح نخلي الدجاج تاعي حتى يطيب مع البصل وتوجد البطاطا، ونكملو ان شاء الله الفطيره مع بعض. بعد ما طاب الدجاج هنا يا خياتي، زدتلو شوية معدنوس، ماشي كمية كاملة، درت غير شوية برك، نخلطها مع الدجاج والبصل ونطفي ونخليه يبرد لأنه سحق البطاطا باردة والدجاج بارد. فوالا دوك يوجدو نرجع معاكم. انا رجعت معاكم خياتي باش نكملو نحضرو الفطيرة تاعنا. في هذه المرحلة خياتي راني شعلت على المقلة تاعي، خليتها تسخن، انا المقله تاعي تلصق شويه، على هذا لازم نسخنها مليح مليح باش ما تلصقليش. دوك هنا حبيبتي انا حنستعمل 5 حبات بيض، وانتوما على حسب كميه البطاطا والدجاج عفوا، وعلى حسب افراد العائله. انا نستخدم 5 حبات بيض. عندي هنايا المعدنوس اللي خليته من قبل، وعندي هنايا شويه فرماج راح نرابيه. انا استعملت شيدر
راح نستعمل نصه هنايا والنص نخليه باش نزين به الفطيرة تاعي من الفوق. راح يعطينا ذوق شباب. هنا تحبوا تزيدوه ولا تحبوا تقدروا تستغناو عليه. تقدروا هنايا تضيفوا الا عندكم زيتون خضر ولا، راح يجي بزاف مليح. نجيب فرشيطة، راح نزيد شويه فلفل الكحل وشويه ملح باش نتبلو البيض تاعنا. ما تكتروش الملح خياتي، يعني البطاطا راهي فيها الملح والدجاج فيه الملح والفرماش تاعي راح يكون مالح شويه. فوالا نخلط. تقدروا مام هنا تستغناو على الدجاج، ديروا البصل مع شويه خضره شويه فلفل، راح يجي تاني تجي فطيره بنينه. ولا تقدروا ديروا شامبينيون. نحط البطاطا، نحط الدجاج، نخلط. بعد اللي سخنت لي المقله خياتي، حنقص لها شويه النار، نحطها على نار متوسطه ونفرغ الخليط تاعي. فوالا نحاول نمشيها كامل. تقدروا ما نديروها في الكوشه اذا كان عندكم الوقت، ولا هكذا راح تجي بزاف بنينه هكذا بهذه الطريقه. راح نغطيها نخليها تطيب من تحت ومن بعد نقلبها ونوريها لكم ان شاء الله واجده. بعد ما طابت خياتي الفطيره ديالي، كان هذا هو الشكل تاعها كما راكم تشوفوا هنايا. قلبتها وعلى الوجه الثاني ما خليتهاش طابت بزاف باش ما تنشفليش بزاف من الداخل. هنا نكمل نرابيلها الفرماج من الفوق. فوالا دوك نقسم قطعه نوري لكم الشكل تاعها كيفاش يجي. يجي بزاف بنينه، تسلك كي تكونوا مزروبين ولا راح تسلككم كنتم توجدوها غير في المقلاة. فوالا حبيباتي، كانت هذه هي الفطيره تاع نهار اليوم اللي قسمت لكم هنايا. تشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي من الداخل، تجي ما شاء الله. نتمنى انه تجربوها لانه تجي رائعه، فيها الفرماج لداخل، البصل، الدجاج، يعني وجبة سهلة واقتصادية. شو يعني المقادير تاعها ماشي بزاف وتمتم توجد. نتمنى انه الروتين تاع اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، والوصفة تاع اليوم تكون تاني كعجبتكم. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا جيم وكومنتار، واللي مازال ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. تهلاو في روحكم خياتي، لوصفة قادمة ان شاء الله. سلام.